السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في المقطع الجديد في قناتي. طبعا إذا أنت ما أنت عارف عن إيش قناتي أو إيش المحتوى، المحتوى متنوع نوعا ما، لكن في الغالب نميل لمحتوى السيارات. طبعا اليوم مقطعنا مختلف تماما عن المقاطع اللي قد نزلت سابقا. هذه السوشيال ميديا أمامك إذا أنت حاب أنك تتابعني وتشوف أشياء مختلفة عن اللي تنزل في القناة، أتمنى أنك الآن تتابعني. ولا تنسى كذلك التيك توك، برنامج جديد توي محمله على أساس أن ننزل مقاطع سيارات، وسيارات جدا جميلة ومختلفة. إذا أنت برضو ما أنت مشترك في القناة، أتمنى أنك الآن تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، وإذا أعجبك المقطع في النهاية تقدر تعطينا لايك وتسوي شير للأشخاص اللي بيحبوا مثل هذه المقاطع. طبعا مقطع اليوم حنتكلم عن محل كيت أند كيت. المحل هذا واقع في مدينة الرياض، طبعا في شارع التحلية طريق الأمير محمد بن عبد العزيز. المحل هذا مثل ما أنت ملاحظ يبيع قطع غيار سيارات، لكن قطع غيار سيارات مختلفة نوعا ما عن اللي بتشوفه مثلا في الغرابي. طبعا القطع الموجودة هنا قطع من براندات عالمية، هم الوكيل لهذه البراندات هنا في السعودية. خليني باخذك معايا جولة بسيطة على الأشياء الموجودة في المحل واستمتع. مثل ما ذكرت هذا المحل كيت اند كيت، بيبيع قطع مختلفة عن اللي بتشوفها مثلا في الغرابي. طبعا القطع هذه جميعها خاصة فقط بالسيارات الأوروبية، مثل ما انت شايف فوق. نبدأ مثلا البنتلي، المازراتي، اللاند روفر، روز رايز، الأستون مارتن، الفراري والمرسيدس، وجميع السيارات الأوروبية اللي لها شوي في الرياضة. طبعا السيارات الرياضية، طبعا هذه أجنحة كاربون فايبر اللي بتركب على الشنطة مباشرة. كاربون فايبر أصلي، مرة متين، مرة قوي، شيء خرافي يعني، جودته جدا جميلة، لأنه البراند هذا مرة قوي وبراند معروف تعديل السيارات. طبعا أغلبها اللي هنا موجودة سيارات بي إم، بي إم دبليو، وسيارات المرسيدس. أنا أتكلم فقط عن الأجنحة الآن. طبعا لو جينا أخذنا نظرة هنا، هذه أغلبها بتكون سواء اللبس الأمامية بتكون من تحت الصدام اللي هي بنسميها الشفة، الشفة الأمامية، طبعا برضو كاربون فايبر. هذه تقريبا تجي الشفة الخلفية بالصدمات الخلفية من تحت، وتقريبا توقع الله أعلم ممكن تكون بي إم دبليو أو إنها سيارات مرسيدس. طبعا كلها هذه مخصصة سيارة معينة، أسعارها مثلا سعر هذه تقريبا 2500 ريال. هذه كذلك 2500 ريال. خلينا نشوف اللب هذا، اللب هذا قيمته 4500. صح ان الاسعار شوي خرافية، لكن الجودة جدا عالية وصراحة متينة، يعني حتى اللي بركبها لازم يكون مركبها على سيارة تستاهل 4500، وكذلك يكون محافظ عليها ويهتم فيها الحد جدا كبير. طبعا شوف مثلا هذا اللي بيجي في الكرسي من الخلف للرانج روفر، الكرسي الرياضي، هذا الغطاء حقه تقدر تغيره وتخليه كاربون فايبر. صراحه حاولت ابحث عن السعر، ما في سعر، طبعا مو رخيص. برضو هذه اللي هي الشفه الخلفيه، وهذه اللي تركب في زوايا الصدمات، ما ادري تسمى شفه او لا، بس كلها كاربون فايبر وكلها جودتها جدا عاليه، يعني حتى ملمسها يا اخي جدا جميل. طبعا هنا لو تلاحظ معايا هذا الشب للاودي، وهذا كذلك الاودي كواتيرو، وهذا الاودي كذلك، لكن بتجي تقدر تحط اللوحه عليه، وهذا اسم المحل كيت اند كيت مثل ما ذكرت، هو في شارع التحليه طريق الامير محمد بن عبد العزيز في مدينه الرياض. خلونا ندخل شوي على الجنوط. طبعا الجنوط هنا في ثلاث شركات، ان شاء الله اني انطق اسمائها صح. الفوسن، قلبها ابو، هذه الفوسن، الشركه هذه معروفه وجدا جميله، شعارها برضو واضح هناك الكبير الاحمر هذا فوسن. وكذلك الشركه هذه اللي هي اعتقد فورس، دقيقه، فورس
تاينا أو تينا أو شيء زي كذا. زدنا شركة مرة مرة خرافية، والشركة الشهيرة المعروفة اللي حتى اسمها شوية صعب برابوس. هذه البرابوس ممكن تعرفونها بتعديلات بعض السيارات، مثلاً جيب المرسيدس الجي كلاس مثل هذا بيتعدل عن طريق الشركة هذه. لكن لو بنتكلم عن الشركة اللي أنا بعرفها حقيقة وبشوف لها مقاطع جداً كثيرة وجنود كثيرة بتركب على السيارات، اللي هي جنود الفاسن. شوف الجنط الجميل هذا، شوف الجنط الجميل. طبعاً الجنود هنا أقل جنط قيمته 14,000 ريال. مقاساتها طبعا اقل مقاس بتحصل هنا اللي هو 20. ممكن انت تطلب اختلاف في عرض الجنط، حجم الجنط، يعني تزيده مثلا تبغى 22 24، تسوي اللي تسويه براحتك. لكن هي الاشكال فقط الاشكال الموجوده هنا، وفي الغالب جميع الاشكال الموجوده اللي هنا جميعها بدون اي استثناء جدا جميلة وجدا تستاهل حقيقة الأسعار. خلني أبغى أوريك بس الألوان. شوف ما شاء الله. طبعا إحنا حنتكلم على الباسن، فخلونا على الباسن. شوف هذا جدا جميل لو يجي على كوربت ولا كومارو. طبعا الجنط هذا انا صراحه بشوفه في امريكا كثير، وشفته في مقاطع جدا كثيره. وهذا كذلك اللي فوق واللي تحت، اعرف والذهبي. هذه جنوط الباسن، وبترك طبعا مع مقطع بسيط. شارع التحلية أو طريق الأمير محمد بن عبد العزيز جنب سيجنتشر مباشرة، محل العصيرات المشهور. طبعا إذا أعجبك المقطع أتمنى أنك تشارك المقطع هذا مع الناس المهتمة بهذه الأمور، أو أنك تدعس على اللايك، ولا تنسى كذلك تشترك وتفعل جرس التنبيهات. وأحب أذكر وأنوه أن الأشياء أو المحتوى الموجود على السوشيال ميديا اللي هنا والتيك توك كذلك، هذه محتويات مختلفة عن اللي بتنزل في اليوتيوب، لأنها تنزل بشكل يومي. شكرا على دعمكم، شكرا لاشتراككم في القناة، تفعيلكم جرس التنبيهات واللايكات. الله يعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله في مقطع آخر. أخوكم سلطان.